بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم؟ عاملين ايه النهارده؟ يوم جديد وحلقه جديده خطيره في رمضان. عاملين ايه في الصيام؟ انا يا جماعه خلاص خيصت. هو امبارح بس والنهارده اهو نص يوم وحالتي حاله. كان عندي صداع رهيب رهيب امبارح وكنت مفرهده، قلت ايه ده، في ايه؟ معاني والله يعني ما فطرتش غير على تمرايه مؤدبه وشربت شويه شوربه بس ما اعرفش ليه فيصت كده واغمى عليا، ما ارتحتش لما خدت مسكن وهديت كده. يلا الحمد لله عجزت باين. احنا يا جماعه على الهوا، انا ما عجزتش على فكره بهزر، احنا على الهوا. كلمونا، هستنى كل تليفوناتكم تقولوا لنا عاملين ايه على الفطار النهارده، وهقول لكم النهارده بقى احنا عاملين ايه. عاملين وصفات خطيره، الطلب مني كتير بقى مش قادره. هنعمله الحمام، هنعمل حمام يجنن. انا بحب الحمام بتاعي قوي، لما بروح في اي مكان واكل حمام بره او حاجه ما ببقاش مبسوطه، مش عارفه، ما بيبقاش زي ما انا بعمله، خطير. فهنعمل اول وصفه مع بعض، الحمام المحشي فريك بالكبد والقوانص. الفريك ده طلع خطير، انا من الناس اللي ملهاش في الفريك قوي، اعز الرز اكتر، لكن مؤخرا دخلت الفريك كده في الاكلات وبتاع لقيته هايل، فقلت لا بقى خلاص بقى، يعني عشان برضو نحترم نفسنا شويه بدل ما الرز يعني احنا بناكله على طول دايما، فخلينا نعمل فريك. الفريك بالكبد والقوانص مع الحمام خطير، ان شاء الله يعجبكم. والوصفه الثانيه هنعمل حبيبه الملايين القطايف الخطيره. قطايف سهله جدا، هنعمل العجينه مع بعض، نعملها مع بعض في الخلاط، بتطلع فظيعه ان شاء الله يا رب تعجبكم. ونخش في اول وصفه بقى، حمام محشي فريك بالكبد والقوانص. ايه بقى معايا؟ جوزين حمام مثلا، او انا هحشي حماميه واحده عشان احنا عاملين حمام كتير قوي لحبايبنا اللي هيفطروا بقى دلوقتي او على المغرب يعني قصدي يعني. فالحمامه الواحده يا جماعه تقريبا بتاخد لها 3 معالق كبار من الرز، مش اكتر من كده، علشان ما تبقاش ايه تتفتح معاكي او تبوظ منك، تمام؟ انا قصدي فريك مش رز، فريك ماشي، 3 معالق بالكتير. هنحتاج للحماميه الواحده اللي معايا دي زي ما اتفقنا 3 معالق كبار من الفريك. الفريك انا بعمل فيه ايه؟ ممكن يتنقع في ميه الحنفيه العاديه او ميه دافيه، يدوب بس كده 10 دقايق ربع ساعة بالكتير مش أكتر من كده، وتصفيه لو تحبي، أو تسويه على طول وتعملي الفريك بالكبد والقوانص فورا كده كله مع بعض، وبيستوي بيبقى حلو جدا. أنا بحب أحشي به الحمام وهو مستوي، تمام؟ معايا برضو بصلاية مبشورة ناعم، ملح وفلفل أسود، كمون، السبع بهارات ورشة من جوزة الطيب، ومعايا كمان ورق لورا، حبهان، مستكة، بصلاية صحيحة كبيرة عشان نسلق الحمام نحطها في شوربة الحمام يعني، وطبعا ملح وفلفل واكيد طبعا التركه بقى اللي كل الناس بتسالني عليها، لون الحمام. الحمام بياخد اللون الحلو ده ازاي يا مروه؟ السر بقى ما يا اما بقى ندهنه لبن او زبادي براحتكم، بس انا افضل اللبن، الزبادي بيبقى شويه بيغير الطعم حبه. فاحنا معانا اللبن طعمه، هندهن بيه الحمامه قبل ما نحطها تتحمر في حته سمنه او معلقه زيت. ده بقى يا جماعة السر في لون الحمام الخطير، عشان تعملي أحلى حمام لونه حلو قوي تتحمر الدهن بلبن. فأنا هدهنه بلبن طعمة، هيبقى طعم طعمة زي طعمة اللي معنا. عايزة أجيب حلة صغيرة هنحط فيها زيت، وعايزين نشوح الكبد والقوانص وننزل بيهم بالفريك. تعالي الكبد والقوانص اهو، القوانص واخده لها السلقه كده خفيفه لو تحبوا، ولو ان قوانص الحمام بتبقى يعني ايه مش محتاجه اهو. بيتشوحوا الاول قبل ما نحط لهم بصل ولا توابل ولا اي حاجه، بياخدوا تشويحه الاول اهو في معلقه زيت، وهرش عليهم برضو رشه فلفل اسود كده. ينفع طبعا تدعمي الكبد والقوانص بتاعه الحمام بكبد وقوانص الفراخ، هتبقى برضو خطيره جدا. ياخدوا كده تشويحه ورشيت عليهم فلفل اسود، تمام. ومعايا الفريك الخطير، بس يتشوحوا حلو بس كده، ومعانا كمان البصل حضرهم كده معايا. هقوم نازله كده بالبصل يتشوح مع الكبد والقوانص،
هنحط كده فصين ثلاثة من المستكة، تمام، وهنحط رشة من جوزة الطيب، السبع بهارات، وكمان رشة كمون، عايزة احط كمان ملح وفلفل، ملح وفلفل، يتشوحوا كده ويتقلبوا وياخدوا لون ظريف، وننزل عليهم بالفريك الحلو ده اهو، ونقلب كده بس كده اهو، وبنسقيه ميه سخنه عادي خالص، نسويه الميه تبقى اعلى من الفريك كده بعقله صباع مثلا اهو، ويستوي بقى ويبقى جاهز ان احنا نحشي بيه الحمام بس كده. انا بقى معايا طبعا الحمامه الحلوه دي اهو، والحشوه معايا حشوه عاملاها مع بعض، محتاجين نحشيها بقى طبعا، عايزين نسلك الدنيا كده من تحت الجلد والايه وصدر الحمامه، نكتف الجناحات لورا بالراحه، ايوه كده بايدينا كده بالراحه خالص، نحاول نسلك الايه الجلد، ايوه بس كده، وناخد شويه بقى من الفريك ابو كبد وقوانص الحلو ده اللي مستوي، ونحشي بيه كده ايه حمامه كده اهو، كده اهو، خلوا بالكم ما تحشوش كتير، وبرده ما تقلقوش الفريك مستوي فمش هيتنفش اكتر من كده، فالكميه اللي انتوا بتحطوها مش هتكبر عن حجمها. ومن جوه كمان نحشي الحمامه كده اه. نيجي بقى للنقطه المهمه برده جدا، تسويه الحمام. الحمام بياخد على النار بالكتير 25 دقيقه على نار عاليه من غير ما نهدي النار ولا اي حاجه، 25 دقيقه بالكتير الشوربه او الميه يعني تكون بتغلي، وتقوم منزله فيها الحمام وسايباه. احنا معانا ميه سخنه اهي بتغلي، هنحط فيها بصل مثلا اهو، ورق لورا، حبهان، مستكه، ملح وفلفل، ملح وفلفل، والحمامه الحلوه دي تنزل، او كميه الحمام بقى اللي انت عاملاها، واول ما يبتدي يغلي 20 دقيقه او 25 دقيقه بالظبط بالكتير قوي، ويبقى خلاص تشيليه على طول من الشوربه يهدى، ونبتدي بقى ندهنه لبن زي ما انا هعمل دلوقتي حالا، هيطلع فظيع، هياخد لون تحفه. معايا واحده اهو هنا، البس جلوفز بس، ريحه الفريك مع الكبد والقوانص، الله الله خطيره بس كده. انا صايمه يا جماعه مش قادره ادوق. بوله كده معانا لبن طعمه، لبن كامل الدسم، مقص كده، وهناخد الحمامه الحلوه دي هنا كده، وهندهنها كده ايه، ننزل عليها باللبن بالشكل ده بس كده اهو، بس معلقتين ثلاثه كده كبار من اللبن، تدحرجي فيهم الحمامه بالشكل الحلو ده، لبن طعمه، لبن كامل الدسم، هيخلي طعمها حلو، لان هو طبعا الدسم فيه كامل فخطير. فهروح فاصل، حاضر هنروح فاصل بسرعه، بعد الفاصل اجيب بقى ايه حته سمنه في طاسه، ونحمر الحمامه الحلوه دي بعد ما دهناها بحليب او لبن طعمه كامل الدسم، ونخش بعد كده على طول في القطايف، فخليكم معانا بعد الفاصل. انا جيت احنا على الهوا، مستنيه كل تليفوناتكم، كلمونا. انا دلوقتي عايزه احمر الحمامه الحلوه اللي انا دهنتها لبن طعمه، اللبن
هو اللي هيديها اللون الحلو الظريف اللي بنلاقيه في الحمام كده. ايه اللون ده؟ ونبقى مش عارفين ايه ده، هي دهنه ايه، هي حاطه ايه؟ هو اللبن، السر في اللبن. فانا الحمامه الحلوه دي بعد ما اتسلقت دهناها لبن، معانا لبن طعمه كامل الدسم دهناها بيها، وعلى بقى طاسه فيها زيت او سمنه براحتكم خالص، تاخديها وتقعدي كده تحمريها تديها لون ظريف. احنا هنحطها هنا كده اهو، وهنراقبها مع بعض ان شاء الله عقبال ما نعمل القطايف. وصفه بقى القطايف البيتي تحفه وسهله جدا جدا ان شاء الله تعجبكم. خلوا بالكم من حاجه تانية برضه عايزه اقول لكم عليها، الطرطش بقى، ان الحمام ما دام الدهن لبن بياخد لون بسرعه، فلازم تبقوا جنبه كده واخدين بالكم، مش ايه يعني تسيبوه. معانا تليفون، معانا ام محمد. ايوه اهلا اهلا يا حبيبتي، كل سنه وانت طيبه. طيبه حبيبتي، الله يخليك، تسلمي يا رب. طيبه وانت طيبه حبيبه قلبي، الله يخليك. قولي لنا عامله ايه على الفطار النهارده؟ النهارده في محشي وشربت خضار. يا عيني يا عيني. تسلم ايدك. حبيبتي تحت امرك، اموريني. كنت عايزه طريقه مربة الجزر. مربة الجزر، حاضر حاضر يا حبيبه قلبي، سهله جدا. عينيا حبيبتي حبيبتي نورتينا. الحمامه كده تاخد راحتها، وتعالوا نقول مقادير القطايف. معانا نشوه. طيب يا نشوه، ازيك يا مروه؟ اهلا اهلا، ازيك؟ كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا حبيبتي، الله يخليكي. عامله ايه؟ الحمد لله. عايزه اقول لك اللوك الرمضاني يجنن. ايه رايك؟ انا ما بحبش اتكلم عن نفسي كتير. تجنني طبعا. انا كنت بقول لك كده امبارح في اللايف، بس ما خدتش بالك. يا حبيبه قلبي كلك ذوق والله، تسلمي يا رب. دلوقتي انا متصله عشان تيلا عايزه اتكلمك. مين عايز يكلمني؟ تيلا، فاكره تيلا اللي شيرت لها فيديو على صفحتك وهي بتكتب؟ تينا وهي 3 سنين، فاكره حبيبتي؟ اديهاني طبعا. تيلا بصي انا ما بتنامش. الو الو، اهي يلا كلمي. يا تينا يا سكر يا عسل، ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. كل سنه وانت طيبه. وحضرتك طيبه. قولي لي بقى، انت صايمه؟ اه صايمه. صايمه طبعا صح؟ ايه اكتر اكله بتحبيها من ماما؟ انا اكلت حمام امبارح. اكلتي حمام امبارح؟ وانا كمان. قولي لي ايه اكتر اكله ماما بتعملها انت بتحبيها قوي؟ ايه اللي حصل؟ انا مش سامعه. وهعمل النهارده الكنافه. وهتعملي النهارده الكنافه؟ يا ولد يا ولد. انت شيف بقى خطيره، تيجي تطبخي معايا بقى، ايه رايك؟ هيا سكر، انا بحبك قوي 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 ومبسوطه جدا ان انت كلمتيني. ايوه يا مروه. ايوه يا حبيبتي. حبيبتي انا مبسوطه جدا. ربنا يحفظها يا رب. يا ما اقولكيش بتحبك قد ايه. حبيبتي ربنا يحفظها يا رب. حبيبتي تسلمي، نورتوني. الله يخليك يا مروه. طيبه وانت طيبه يا حبيبه قلبي، هستناكم تكلمونا على طول اهو. يلا الحمامه ربنا يوفقها تاخد لون حلو ونطلعها على طول مع بعض. تعالوا نقول مقادير عجينة القطايف. بص معايا كوبايتين من الدقيق، دي اي حاجة مش مشكلة، معلقة صغيرة من الخميرة، معلقة صغيرة من الخميرة، معلقة صغيرة من السكر، معلقة كبيرة حلوة مليانة كده من اللبن البودرة، وتقريبا كوبايتين، ممكن كوبايتين وشوية من المية. هنضربهم كلهم في الخلاط وهنعرف اذا كان هنحتاج شوية ولا لا من سمك العجينة واحنا بنضربها. ممكن تزيد عن كوبايتين شوية صغيرين كده، خايفه بس ايه على الحمامه اصلها حلوه. هعمل ايه بقى اول حاجه هنا في الخلاط؟ عايز احط الاول الميه، احط كوبايتين كده من الميه، انا عايزه ميه عاديه اهو. ليه هحط الميه الاول؟ عشان الدقيق ما يكلكعش. هنحط كوبايتين من الميه اهو، ميه طبعا دافيه، خلوا بالكم الحكايه دي. مش هبص على الحمام بس أهو. عيني بص اللبن عمل لها لون خطير. عايزة الحتة الملفوفة بتاعت الرقبة دي برضو تاخد لون اهو كده. معانا أسماء. ألو يا أسماء. ألو. أهلا أهلا، إزيك يا حبيبتي؟ عاملة إيه؟ أنت عاملة إيه؟ الله يخليكي، كل سنة وأنت طيبة. كل سنة وأنت طيبة. الله يخليكي. قولي لي أخبار الصيام معاكي إيه؟ عملتي إيه إمبارح؟ البركة اللي جوه حر جدا وكنا عطمين جدا. انا مش سامعه خالص يا جماعه. الو بتقولي ايه حبيبتي تاني؟ معلش. انا بحبك جدا. وانا بحبك اكتر اكتر بكتير. ربنا يسعدك يا رب.
انت خطيره بجد. نعم خطيره. انا خطيره؟ انت خطيره جدا برضو. حبيبه قلبي نورتيني، كل سنه وانتم طيبين يا حبيبتي. ايه نشيل الحمامه خلاص اخدت لون حلو، ناخد لها انهي طبق؟ انا عماله الف حوالين نفسي بالشياكه اللي انا فيها دي. واخدين بالكم يا جماعه من الشياكه؟ يعني ما يصحش كده، خدوا بالكم. بصوا الحمامه، يا نهار ابيض يا نهار ابيض، بصوا اهو اخدت لون جميل ولذيذه وملهاش حل ملهاش حل. اللون الحلو ده علشان دهناها لبن، واللبن اللي معانا النهارده لبن طعمه كامل الدسم الخطير. بصوا الحمامه عايزه تتاكل يا رب. اهو انا هسكت. انا حطيت الميه بتاعه القطايف كوبايتين من الميه الدافيه، هنحط سكر وخميره، سكر خميره الميه دافيه. حاضر، معانا دقيقتين بس. والله ايه المفاجاه الحلوه دي؟ بيحبوني قوي، بيموتوا فيا في البرنامج ده، يحبوا دايما يدوني مفاجات كده. انا حطيت اللبن البودره ونحط الدقيق، يحبوني حب يعني. شكرا والله. هنحط الدقيق ونضرب بقى الكلام الحلو ده مع بعضه حلو، ونشوف هل هنحتاج نحط شويه ميه دافيه كمان ولا لا. بسم الله. عصلك شويه، هنحط شويه ميه صغيرين، ما تكتريش عشان الدنيا ما ايه ما تخربش منك. نكمل ضرب. الله، مش انتوا قلتوا لي 4 دقايق؟ فالخلاط سمع فايه فقال لكم طب والله بقى لا انا موريكم. والله لا انا موريكم كلكم كده. بس بقلب يا جماعه عشان الخلاط ايه، خلاط صايم تقريبا. اهو نديها ضربة كمان ونزود مية. الله على الخلاط، بشكره قوي بصراحه. انا اتفضحت قوي ولا مش قوي؟ لا الخلاط ظريف بصراحه، بشكره من قلبي كده. اهو ضرب اهو الحمد لله، مش عايزين نغلط في الخلاط لحسن ايه يعطل خالص يزعل مننا. اهو والله حرام، والله غلطنا في الخلاط وهو مؤدب اهو بيضرب وزي الفل. خلاص نعمل ايه بقى؟ انا معايا بوله هنا حلوه ضروري نصفيها، معايا مصفه بس كده ضروري نصفيها عشان لو فيها اي كلاكير. وبصوا سمكها عامل ازاي، الله. احنا كده تايم. حاضر، بصوا السمك بتاعها يا جماعه عامل كده ايه، يعني يشبه للكيك شويه. ولما نصفيها بقى كده هتفرق جدا، ونسيبها بقى تخمر لان فيها خميره، هنسيبها تخمر تقريبا نص ساعه، هتلاقيها عملت بابلز كده وشكلها بقى مختلف خالص. تبتدي بقى ايه تعملي عجينه القطايف عادي جدا بس كده. شكرا، هي دي محتاجه بس تخمر. انا معايا واحده هنا حطيناها في، انتوا عارفين ازازه الصوصات دي بتتباع بلاستيك، بتتباع في كل حته ورخيصه قوي. ندهن دهنه زيت بس هنا، خلاص الوقت يا جماعة، أنا عبورت. حاضر معلش، ونعمل القطايف. عايزين بقى تعملوها عصافيري، عارفين انتوا القطايف العصافيري دي؟ هتطلع كده فقاقيع من فوق، اول ما الفقاقيع دي تبتدي تختفي خالص نبتدي نشيل القطايف وتحشوها اي حاجه بقى براحتكم، تحشوها مكسرات، تحشوها مهلبيه، تحشوها اللي انتوا عايزينه. حاضر، احنا معانا قطايف اهي معموله جاهزه، بصوا
اهي خطيره بنفس العجينه اللي عملناها مع بعض، اعملوها هتعجبكم جدا جدا اهي. وحشوها بقى اي حاجه وحمروها في الزيت وحطوا لها شربات، محتاجين شربات يكون تقيل ويكون بارد، تمام؟ الشربات التقيل كوبايه سكر، كوبايه ونص ميه، يغلوا على النار لمده 8 9 دقائق مثلا، عصره ليمونه وفانيليا، وزي الفل سيبيه يبرد ويسقع، يا سلام خطير. بشكركم جدا ان انتوا اتفرجتوا عليا، وبتمنى لكم دايما صوما مقبولا وافطارا شهيا. باي باي.